ادعي لي يا امي، ادعي لي يا امي، اوعي في مره من دعاكي تنسينا، لان انا من بكره رايح على سينا، شد ميري البس بياده عمر سلاح، راح اصون ضميري وادي العباده واقولها حي على الفلاح. تمام يا فندم، تمام يا فندم، انا البطل ابن البطل، دمه مش هيروح هدر، حكايه بطل انا هبتديها، وفي اي خدمه هادي فيها، والشهاده هكون ناويها، وسينا هنحافظ عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم كلام في الصميم مع صقر طه. زي ما عودناكم كل حلقه مفاجات جديده. النهارده معانا مكتب اتحاد طلاب مدارس الاسكندريه، نرحب بيهم مع بعض. معانا محمد التركي، يا ريت تعرفنا وتعرف الجمهور بنفسك يا محمد. اهلا وسهلا صقر، والله انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. اولا اعرفكم بنفسي، انا محمد احمد التركي، امين مدرسه الشهيد حسين طه والمقر اللجنه الفنيه على مستوى اداره المنتزه وكذلك على محافظه اسكندريه. طبعا اتشرف جدا بمحمد. ننتقل لادهم. محمد يا ريت تعرفنا وتعرف الناس بنفسك. ادهم تمام. ادهم محمد عبد الرحيم ابو عمره، امين اتحاد طلاب مدرسه سماد الثانويه المشتركه، وامين اتحاد طلاب اداره المنتزه التعليميه ومقر اللجنه الدينيه الثقافيه لاتحاد طلاب مدرسه اسكندريه. طبعا اتشرف جدا ان هم معانا، وكمان النهارده معانا يوستينا عماد مقرر اللجنه الاجتماعيه. يا ريت تعرفينا بنفسك الاول. انا شرف ليا ان انا معاكم هنا. طبعا ده شرف كبير لينا، وشكرا جدا جدا ان انتوا لبيتوا الدعوه من اول ما قلنا لكم. شرف كبير لينا. طبعا شرف لينا. طبعا انا اسمي يوستينا عماد، مقرره اللجنه الاجتماعيه على مستوى مدارس مصر مدارس اسكندريه، امين مساعد على اداره الوسط التعليميه، وامين مدرستي مدرسه الفواطم الثانويه بنات. وكمان النهارده معانا عبد الله، وهو مقرر اللجنه العلميه على مستوى اسكندريه. يا ريت نرحب بيه مع بعض. اهلا بيك يا صقر. عرفنا وعرف الناس بنفسك يا عبد الله. انا عبد الله، امين اداره شرق التعليميه، مدرسه طارق ابن زياد الثانويه بنين، ومقرر اللجنه النشاط العلمي على مستوى اسكندريه. طبعا شرف كبير لينا عبد الله، وشرف كبير لينا ان انتوا معانا النهارده. شرفنا علينا اكتر والله. الناس بتسال، عايزه تعرف بيفيد في ايه الاتحاد؟ ايه هو اصلا يعني ايه اتحاد طلبه؟ يا ريت تعرفونا يعني ايه اتحاد طلبه. نبتدي الاول بالتركي، الاتحاد بالنسبه لك يعني ايه؟ والله صار انا كنت قريت زمان ان الاتحاد قوه. الاتحاد قوه؟ قوه. والانفراد ضعف. تمام. فمع ذلك لما دخلنا الاتحاد طبعا كان الموضوع بادئ من المدرسه ثم اداره ثم محافظه وهكذا. روح الاتحاد في حد ذاتها اصلا مشجع. تمام. فطبيعه الانسان بحد ذاته بيحب اللي يسقف له، بيحب اللي يقف وراه، بمعنى صح التشجيع. ايوه بالظبط. الانسان فينا لازم يلاقي اللي يشجعه ويقف في ظهره ويسنده عشان يوصل لهدفه. ادهم الاتحاد بالنسبه لك بيمثل لك ايه؟ بصراحه بص صار يعني بصراحه الاتحاد ده بالنسبه لي هو بيتي الثاني، او بمعنى صح اللي هو الاسره الحضانه ليا. الاتحاد هو مصدر الامان او مصدر التشجيع ومصدر الثقه بالنسبه لي في خطواتي عامه، او بمسار نجاحي بمعنى صح. طبعا دي حاجه كبيره جدا. العلم تاجا ونبراسا لصاحبه، يرقى به سلم الأمجاد والرتب، وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب. يوستينا عماد، الاتحاد بيمثلك إيه، وإيه هو كان دوره في حياتك؟ أنا أول حاجة الاتحاد ده بالنسبة لي أهم حاجة عندي، غير إن هو أهم حاجة في الاتحاد إن هو بيبني الشخصية، بيخليك إن أنت واثق من نفسك، مش بينقي ناس معينه، يعني مش ناس معينه اللي تبقى تطلع، لا اي حد ممكن يطلع، بس اهم حاجه ما يقولش انا مش مميز في كده، انا مش مميز كده، بل بالعكس الاتحاد يقدر يبني شخصيتك، يقدر لو انت انطوائي يخليك قد ايه متعاون. يعني بمعنى صح الروح. هو الديمقراطيه اساس كل حاجه بالزبط. والديمقراطيه هي اساس الاتحاد. عبد الله وهو المقرر العلمي، الاتحاد بالنسبه لك بيمثل لك ايه، وازاي اصلا دخلت الاتحاد، وهل كان ليه دور في حياتك ولا لا؟ لا الاتحاد طبعا كان ليه دور كبير جدا في حياتي، علمني ازاي اكون قائد، يعني خلاني ازاي اكون قائد مع الطلبة. تمام. ومثل لي كيان عظيم لان انا قدرت ان انا افيد بيه الناس. يعني بمعنى صح انت بتستفيد وبتفيد. الحياة كلها كده، الانسان لازم طالما خد معلومة كويسة ليه ما وصلهاش للناس اللي حواليا؟ ليه ما اقدرش ان انا زي ما انا استفدت افيد اللي حواليا؟ نرجع تاني لمحمد التركي. مين هو محمد التركي وازاي بدا محمد التركي؟ والله يا صقر انا اولا مبدئيا كنت بحب القراءه جدا، يعني انا كنت قارئ من فتره كبيره جدا. تمام. وكنت قريت زمان مقوله قالت الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا المخافه ما قرأوا وما كتبوا، ولولا المعلم كان الناس كلهم وشبه البهائم لا علم ولا ادب. طبعا انا نسيت اقول لكم ان محمد التركي شاعر من شعراء اسكندريه. طبعا بجد شرف كبير ليا ان هو معانا. انا اللي موجود. اتفضل محمد معاك. ف
فانا كنت قريت كم كبير من الروايات والقصص والادب والتاريخ وهكذا، فحبيت ان انا اكون من قارئ الى كاتب، ان انا زي ما افيد زي ما انت قلت لازم افيد واستفيد. فانا اولا عندي حاجه، طبعا هنعمل حاجه اسمه منتدى الكتروني، وكذلك طبعا انا قايم بدور اسمه صانع السعاده. فصانع السعاده ده ازاي يحول الانسان من انسان سلبي الى انسان ايجابي في منتدى حوار بسيط جدا معاك. الاسم. صانع يعني السعاده عامل كبير. ايوه طبعا صانع السعاده. صانع السعادة ابتدى معاك ان الاسم ما هو مجرد اسم هحطه خلاص ايمج وخلاص؟ لا طبعا. ولا ان هو كان ليه مغزى معين؟ اكيد اقول لك، انا اولا قلت لك ان انا بقرا قصص كتير، فالناس معظم الناس حاليا يعني اصابهم حالة من اليأس، فمحتاجين حد يبقى زي ما قلت لك المساندة والطبطبة عليهم، ديت برضه عامل كبير في النفس الذاتية. تمام. فلما جينا انا طبعا قلت لك انت زي ما انت عارف ان انا بكتب شعر وكده، فانا بكتب القصيده في حاجه اسمها القصائد القصصيه، بكتب قصيده على شكل قصه طبعا. فكذلك انا لما بحكي قصه انسان سلبي فيها فبدي لك في اخر القصيده خالص محتوى يدل ازاي اعكس انا الشخصيه ديت او بنصحها. وده كله بيرجع لحاجه واحده الا هو الايمان بربنا وان انت تقرب من ربنا طبعا. طبعا محمد التركي انت قلت كلمه دلوقتي كويسه، ان انت الانسان لازم يكون حد يقف في ظهره ويسنده. أيوة. مين اللي كان بيقف في ظهرك ويسندك؟ والله كان والدي طبعا. احنا نشكر والد محمد وندعي له كلنا بالشفاء ان شاء الله، وباذن الله يقوم لنا كلنا بالسلامه. محمد هرجع لك تاني. نروح لادهم محمد ابو عمره. ادهم سفير الطفوله في مصر وفي الدول العربيه كلها. يا ريت تعرفنا ادهم وتعرف الناس بنفسك. تمام. ادهم هو كان في البدايه مجرد شخص يعني ليس له احلام محدده بشكل واضح، لكن دايما الواحد بيتمنى ان هي تجيله فرصه، او بمعنى اصح تجيله الخطوه اللي هي تنقله نقله ثانيه عامه في حياته. فانا جات لي الفرصه ديت يعني فتمسكت بيها جدا، وكان الدعم ليا هي والدتي. ان اي انسان يجيله فرصه طبعًا لازم يتمسك بيها جدا طبعا. كان الدعم ليا في المشوار بتاعي عامه هي كانت والدتي، لان انا والدي متوفي، فحرفيا يعني هي ليها كل الشكر. انا طبعًا احنا بنشكر والده ادهم، وباذن الله ربنا يرحم والده. وبجد ادهم من الشخصيات اللي انا شخصيا اعتز ان انا اعرفها. تسلم والله. انا اكتر صار يعني عامه في مجال البرلمان برضو، او مثلا اي مجالات تانية زي انا قائد معتمد من مؤسسه ربع قرن لصناعه القياده المبتكرين في دوله الامارات. شاركت معاهم في حاجات كتير جدا هناك وهنا جوه مصر برضو في اتحاد بقى. طبعا انا ابن الاتحاد، وطبعا ما ننساش يعني طبعا ان احنا نعرف ما نسينا نعرف بيك ان انت صقر طه امين اتحاد طلاب مدارس اسكندريه. ده طبعا شرف كبير ليا، ومن هنا انا احب اشكر كل الناس اللي بتسندنا وبتدعمنا طبعا. استاذ محمد سعد مدير مديريه التربيه والتعليم بالاسكندريه، واستاذه ايمان موجه اول التربيه الاجتماعيه، ونشكر طبعا استاذ احمد موسى طبعا امين عام اتحاد طلاب جمهوريه مصر العربيه. طبعا شكر كبير ليهم. اتفضل كمل ادهم معاك. طبعا يعني بالنسبه لمشواري دوت، فاحنا السنه دي ان احنا حبينا ان احنا زي ما قال محمد التركي ان احنا هنعمل منتدى الكتروني. ده اللي احنا دي المفاجاه اللي احنا كنا اتحاد اسكندريه هيعلنها النهارده في الحلقه. فالنهارده كنت انا المنتدى اللي انا هعلن عنه اللي احنا هنشتغل عليه هو عن صانع السعاده، وانا ان شاء الله انا وزميلي صقر هنشتغل على بروجكت معين اللي هو كيف تكون قائد، ان هيتكلم عن مجالات كتير جدا ان شاء الله باذن الله. انتظرونا المنتدى. هاشتاج اسكندريه بتعمل عظمه باذن الله. طبعا باذن الله انتظرونا المنتدى. ناس كتير هتستفيد، وناس كتير زي ما احنا بنستفيد لازم نفيد. طبعا احنا بنشكرك جدا يا ادهم. ونرجع معانا يوستينا عماد. مين هي يوستينا وازاي بدات يوستينا اصلا؟ يوستينا في البدايه ما كانتش تعرف يعني ايه اتحاد لغايه حوالي ثالثه اعدادي، لما دخلت مدرستي مدرسه الفواطم. لما قلت للاخصائيه بتاعتي استاذه بسنت، بجد هي سبب كبير في اني انا اوصل لهنا بعد ربنا طبعا ودعم طبعًا والدتي. احنا بنشكرها من هنا، وبنشكر والدتك ووالدك اكيد طبعا. قلت لها، عرضت عليها ان انا مثلا بحب العمل التطوعي، بحب العمل الجماعي جدا. طبعا نرجع نفكر الجمهور معانا تاني ان يوستينا مقرر اللجنه الاجتماعيه. العمل التطوعي هو اساس كل شيء، ان الانسان حب لاخيك ما تحب لنفسك. الانسان لازم يسعى عشان يقدر يوصل لهدفه. اتفضلي معانا يا استاذ. لما دخلت كمان الاتحاد، غير ان انا كسبت خبره كبيره، وكسبت ان انا بقيت بعرف اتكلم، بقيت عندي لباقه في الكلام اكتر، كسبت ناس، وكسبت ان انا اعرف اشتغل مع ناس اكتر، وكسبت شخصيات كويسه جدا وشخصيات حلوه قوي زيكم اكبر مني. طبعا شكرا جدا ليكي. بجد هو الاتحاد فرق معايا في شخصيتي، في حياتي، في كذا حاجه. غير كده برضو في المنتدى اللي احنا هنعمله الالكتروني اكيد باذن الله، انا كنت هتكلم عن الاهداف. الاهداف بالنسبه لي انا برضو الاتحاد ده كان بالنسبه لي فرصه.
انا كنتش اعرفها، واول ما لقيتها طبعا مسكت فيها جدا. الاهداف، الانسان لما بيحط قدامه هدف لازم يوصل له. الانسان بدون هدف كالمعلومه بدون عنوان. انا لازم اسمع العنوان ده، لو اتشدت للعنوان هدخل اشوف المعلومه جوه. ولكن الانسان بدون هدف كالحياه بدون ماء. اتفضلي يا وستينا. بالظبط. انا مثلا كواحده بحب قوي حد يساعدني، حد يعرف يوصلني. في ناس كتير مفتقده كده، في ناس كتير مثلا في نقطه تانيه، ان في ناس كتير بتبقى عايزه توصل لكده، ممكن يبقى في رفض من الاهل من حاجه. فانا شايفه ان الاهداف، اهداف حياتك، اهداف مستقبلك، هتعمل فيه يعني إيه؟ بنرجع لنقطه تانيه الا وهي السعي. السعي وراء حلمك هتوصل للي انت عاوزه. امشي وراء حلمك مهما كان ايه اللي بيقابلك في طريقك، لازم هتوصل للي انت عاوزه. طبعا شكرا جدا ليك يوستينا. هنرجع لكم تاني. معانا عبد الله احمد، وهو مقرر علمي اسكندريه، وهو ماركتنج تسويق، واخد شهاده معتمده من مايكروسوفت. يا ريت تعرفنا وتعرف الناس نفسك اكتر واكتر، وايه اللي انت ناوي تقدمه باذن الله يا عبد الله. تمام. انا عبد الله احمد عبد العال، انا مدرب معتمد من مايكروسوفت، وخريج منحه مستقبلنا رقمي المقدمه من وزاره الاتصالات على منصه يوداستي التعليميه. انا اصلا بروجرامنج كمبيوتر. تمام. تخصصي في الموبايل ابلكيشن، بس انا سبت المجال بتاع البروجرامينج واشتغلت في مجال رياده الاعمال والتسويق والسوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج وكده. اللي خلاك تدخل في المجال ده ان انت حابه؟ جدا. ولا هو حبه. كان ما الا هو حاجه مفروض عليه؟ لا 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 لا، هو التسويق بالنسبه لي هو كل شيء، يعني كل شيء اصلا في الحياه. يعني بمعنى اصح اي مجال انت تدخله لازم تكون حابه. الحاجه طالما انت حاببها هتنجح فيها وتوصل فيها للي انت عاوزه. اتفضل كمل عبد. تمام. انا بدايتي في مجال التسويق كان ان انا كنت بدايتي في مجال التسويق كان ان انا اول منحه عرفتني موضوع الديجيتال ماركتنج هي منحه يوداستي. درست فيها سوشيال ميديا ادز، اعلانات السوشيال ميديا والبلاننج التخطيط. طب ما تيجي نعرف الناس قبل ما ندخل في الاعماق ايه هو اصلا التسويق. تمام. هو تعريف التسويق عند معظم الناس مغلوط شويه. تمام. يعني معظم الناس عندنا مفكرين ان الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني هو اصلا التسويق. لا، هو مش تسويق، هو جزء صغير خالص من الترويج. التسويق اصلا عباره عن قيمه بعوز ان انا اوصلها على العميل عن طريق قناه معينه. تمام. اللي بيساعدني في ده حاجه اسمها الماركتنج ميكس او المزيج التسويقي. ايه هما المزيج التسويقي؟ المنتج والتسعير والمكان. معنى صح انا بحط ايمج لكذا حاجه عشان اقدر اوصل لها. حبه حاجات بدمجها مع بعض عشان اوصل للمرتبه اللي انا عايزها من العمليه التسويقيه تكون ان هي تنجح. طبعا. تمام. احنا اتشرفنا جدا ان عبد الله معانا، وان انا النهارده معايا مكتب اتحاد طلاب اسكندريه، ويمكن هم اخواتي. طبعا. نرجع تاني لمحمد التركي وصانع السعاده. حبيبي. كلمنا اكتر عن صانع السعاده. بص يا صاحبي، مبدئيا كانت ظهرت حاجه لسه قريبه. طبعا طبعا عندي شخصيه عاليه طبعا بحبها جدا، وهو خالي. تمام. فحكى لي عن حدث كده، كنا قاعدين من فتره بسيطه في المكتب عنده، فقال لي كان في صاحب راجل اعمال كبير جدا وشركته اوشكت على الافلاس. فهو الراجل ده طالع وقعد في احد الاماكن الاستراحات في الدول الاوروبيه، فهو قاعد وحاطط ايده على راسه طبعا وشايل همه بمعنى الكلمه. فقعد جنب منه راجل تاني، فبيقول له مالك؟ قال له والله انا شركتي بكره هتعلن افلاسها. فراح مطلع دفتر شيكات وكتب شيك ب 50 مليون دولار. فالراجل طبعا ذهل، يعني ايه ده انا شركتي اصلا هتعلن افلاس؟ قال له معاك مده سنه تقضي شركتك بالمبلغ ده وتجيبه تاني. فقال له تمام ماشي. الراجل اخذ الحاجه وحط راجع شركته تاني وحط طبعا المبلغ، بس ما صرفش الشيك. حط الشيك عنده في الدرج، وكل اللي يجي له طبعا محتاج فلوس يجي مطلع الشيك يقول له انت عارف انا معايا ايه؟ معايا 50 مليون دولار. وطبعا الامضه اللي كانت موجوده كان الامضه ديت امضه رجل اعمال مشهور جدا. يعني الامضه بتاعت الراجل اعمال يعني عنده اعمال عاليه قوي في الدوله دي. قدر ان هو يعمل حاجه كويسه. فالمهم الراجل كل اللي يجي له يجي مطلع له شيك. يعني مثلا صقر محتاج مثلا 11,000 دولار. بالنسبه لل 50 مليون طبعا ولا حاجه. فالمهم بدا الراجل يفكر ويسير اموره واحده واحده والدنيا تبدا تتظبط معاه. وبعد سنه بعد وكده لسه ما صرفش الشيك. فبعد سنه لقى الدوله حصلت على ايرادات ومبالغ عاليه جدا من التسويق والحاجات اللي هو كان شغال فيها. فراح عشان يبحث على الراجل ده تاني اللي هو عطاله الشيك عشان يرجع له الفلوس بتاعته. فراح يسال الناس في المكان، قالوا له اصلا ده متخلف عقليا. يعني هو كان متقمص شخصيه ان هو رجل اعمال، يعني هو متقمص شخصيه الراجل الاعمال المشهور ده.
انت فاهمني؟ يعني انا اصلا مش راجل اعمال بس انا متقمص الشخصيه، فانا كتبت لك شيك اصلا، الشيك فاضي يعني هو ما فيش حاجه. فمن هنا ظهر اللي هو عايز اللي يسندني ويدعمني، فانت مجرد اللي يسندك ويدعمك. طبعا انا هرجع لك تاني محمد، معانا مداخله تليفونيه استاذ احمد موسى وهو رائد عام اتحاد طلاب مدارس جمهوريه مصر العربيه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ احمد اخبار حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك الحمد لله تمام. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. احنا بنشكر جدا استاذ احمد ان هو دخل المداخله دي، بنشكره جدا. تحياتي للبرنامج وتحياتي للقناه وكل الشاهدين على البرنامج والاعداد والتنفيذ وحياه كل الشكر والتقدير. ربنا يبارك في حضرتك. البرنامج المتميز. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذنا، ابن من ابنائك. شكرا جزيلا. ربنا يبارك في حضرتك. ونعم الابن. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا استاذنا. كنا عاوزين نسال حضرتك سؤال صغير بس. اتفضل. ايه هي الانشطه الطلابيه التي يقدمها الاتحاد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر؟ الحقيقه اتحاد طلاب دي منظومه وتنظيمات طلابيه تربويه ديمقراطيه بتاتي بالانتخاب الحر المباشر. اتحاد طلاب قد ايه منظومه داخل مدارسنا على مستوى مدارس جمهوريه مصر العربيه بتعد الطالب من انه ازاي يعبر عن نفسه وازاي يدير نفسه اولا. يعني بمعنى صح بتخلي الشخص ده يكون قيادي اكتر. نعم اتفضل معاك. بتخلي الطالب ده او الشخص ده انا بعد شخص ان هو يكون قيادي اكتر. بالظبط. انا دلوقتي دايما بقول يعني دايما بقى مدارس بلا قيادات طلابيه فمجتمع، مجتمع بعد كده بلا قيادات فاعله. اكيد طبعا. فالحقيقه اتحاد الطلاب والدكتور الوزير بيولي الاتحادات الطلابيه اهتمام كبير جدا. واهتمام بالغ بدليل على مدار السنوات الماضيه الشريك الاصيل في وضع جدول امتحان الثانويه العامه فعلا هم المكتب التنفيذي اللي حطوا لهم مدارس الجمهوريه اللي حط ده اللي يدل على القناعه التامه برايهم وقد ايه هم بيعبروا عن جموع طلاب مدارس جمهوريه مصر العربيه. احنا كطلاب برايهم احنا كطلاب نقدر نوضح مشاكل الطلاب اكتر، اللي هو احنا كطلاب او شباب عامه نقدر نوصل الرساله دي. لان عضو اتحاد الطلاب ده اسمه عضو يعني هو بيعبر او امين او امين مساعد او مقرر ده جاي بالانتخاب من المدرسه المنفصل المدرسه اداره محافظه ثم ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه تبقى على مستوى الجمهوريه قد ايه بياتي بالانتخاب ما هوش مفروض عليهم فهو انت جاي برغبتهم فقطعا هتعبر عن ودايما بنقول عضو اتحاد الطلاب المنتخب يعبر عن فكر الطلاب في اطار المسؤوليه المزدوجه. أكيد طبعًا أكيد طبعًا. والمسؤولية المزدوجة فهي الواجبات والحقوق. هي الواجبات والحقوق على الكل. على الكل. قبل ما يكون على الطالب فهو بيكون على ولي الأمر. بالظبط. أنا إزاي قبل ما أتكلم عن حقوقي أتكلم عن واجباتي اللي أنا مرود بها أولًا كطالب ثم بعد ذلك أطالب بحقوقي. هنا لابد أن يعي عضو اتحاد طلاب المنتخب أن يعبر عن فكر الطلاب في إطار المسؤولية المزدوجة. اكيد طبعا اكيد طبعا. اما انا اطالب بالحقوق فقط دون النظر للواجبات فهنا بيخل باهداف ولائحه الاتحادات ان لائحه الاتحادات تحدد المنتخب لابد ان يعبر عن فكر الطلاب في اطار المسؤوليه زي ما اي شخص ليه حقوق زي ما اكيد طبعا عليه واجبات واكيد طبعا كلنا بنحترم ده استاذنا. بالظبط الله يكرمك. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ احمد طبعا. شكرا المكتب كله بيشكر حضرتك. الله شكرا جزيلا لحضرتك والله. بالقناه وربنا يوفقكم يا رب. شكرا جزيلا استاذ احمد واحنا بنشكرك جدا ونشكر الاتحاد بتاع جمهوريه مصر العربيه كلها طبعا. ربنا يبارك لحضرتك يا رب. السلام عليكم استاذ احمد. بجد احنا شاكرين لحضرتك جدا وشاكرين لمعالي الوزير ان هو بيهتم بالشباب وبيهتم بحاجه زي كده. نرجع لكم تاني. الشباب حابين في نهايه الحلقه حابين تقولوا ايه للشباب وتدوهم نصيحه كويسه؟ والله صار انا قلت لك العلم تاج فوق رؤوس كل متعلم تمام. فالان النهارده اصلا صاحب معلومه بيحس ان هو اصلا يمتلك قيمه عاليه جدا تمام. فاحنا برضو احنا اصلا عاملين المنتدى اصلا عشان نحفز الشباب عشان كده. اكيد طبعا. يعني المنتدى طبعا صنع السعاده وكذلك القياده الاعلى. هنستناكم باذن الله. هننزل اللينك على صفحه البرنامج عندنا وعلى الصفحه بتاعت اتحاد طلاب مدارس الاسكندريه تابعونا ان شاء الله. ادهم تحب تقول ايه للشباب؟ والله انا احب انصحهم نصيحه. انا يعني لقيت اللي نصحاني زمان ممكن حاليا ما الاقيش حد ينصحه النصيحه دي. خليك دايما ورا حلمك ولو فعلا انت عندك حلم مهما كان بعيد او مهما كان صعب خليك دايما وراه واي فرصه تجيلك مهما كانت ايه هي
اسعى وراها وحاول بقدر الامكان ان انت توصل احلامك ببعض. اكيد طبعا. ودايما تبص للحاجه الاعلى عشان خاطر توصل لدرجات اعلى وهكذا. اكيد طبعا. شكرا ليك ادهم. شكرا جدا. يوسينا حابه في نهايه حلقتنا، الشباب هم اساس كل شيء، الشباب هو الجيل اللي طالع، حابه تقولي ايه للشباب؟ حابه اقول لهم ان اهم حاجه في حياتك هدفك، اهم حاجه تبقى حاططها في مستقبلك. دعم طبعا والدتك او والدك او دعم اي حد بيحبك هيفضل يدعمك للنجاح. حدش كان بيدعمك او حسيت بهزيمه، افضل انت داعم نفسك ووقف جنبنا. طبعا بنشكرك جدا يوستينا. عبد الله حابب تقول للشباب في نبذه مختصره كده في نهايه حلقتنا؟ تمام. انا حابب ان انا اقول له ان انت يعني حاول ان انت تخش الاتحادات الطلابيه لانها هتفيدك بشكل كبير جدا، وزي ما هو بيفيد زي ما هيستفيد، زي ما قال لنا استاذ احمد ان احنا زي ما لينا حقوق لازم يكون علينا واجبات. تمام. طبعا شكرا ليك عبد الله. في نهايه حلقتنا احنا بنشكركم، تابعونا باذن الله على صفحه الفيسبوك برنامج كلام في الصميم، وعلى اتحاد طلاب مدارس الاسكندريه. شكرا ليكم. شكرا جدا.